العالي اهلا بيك شرفتنا. النهارده عاملين يوم كامل مع بعض عن الفن السابع والسينما. وليه يوم كامل؟ لانه القصه بدات ان كان في محاضره بيني وبين بعض الزملاء في المكتبه، فلقيتهم انهم مش متابعين كويس، لان ربما عدد كبير منهم ما كانش يعرف الافلام الكلاسيكيه اللي كنت بتكلم عنها واللقطات اللي بتكلم عنها. فقالوا طب نعمل الدكتور حاتمها الكليبس دي ونحطها مع صور وبتاع عشان تبقى الكلام له معنى بالنسبه لنا. قلت لهم طيب الكلام جاب كلام، لان الحكايه هتاخد ان احنا لازم نحكي عن السينما على بعضها. من الصعب جدا ان الواحد يتكلم على السينما وصناعة السينما في محاضرة واحدة. موضوع سهل جدا وغني جدا، موضوع فيه الحقيقة يعني كم مش معقول من الثراء العظيم جدا في المادة وفي الإمكانيات اللي الواحد ياخد من حاجات كثيرة عشان يشرح ثلاث أسئلة. السؤال الأول: كيف تطور فن السينما إلى أن وصل إلى ما هو اليوم عليه؟ وكلمة السينما بستعملها استعمال واسع جدا، بستعملها بمعنى أنا بتكلم على الأفلام اللي بنشوفها في التلفزيون، سواء مسلسلات أو حلقات أو غيره، الأفلام اللي بنشوفها في السينما، الأفلام اللي بنشوفها في الفيديو بجميع أنواعها، الدوكيومنتريز، التاريخ وغيره من الوسائل. إذا بنتكلم على طريقة تعبير معينة لاستعمال الصوت والصورة، الصورة المتحركة اللي تطورت أساسا في القرن اللي فات. فالنهاردة أنا مقسم اليوم إلى ثلاث أجزاء. هنبدأ الجزء الأول هو حول صناعة السينما، كيف بدأت وكيف تطورت إلى أن وصلنا على مشارف القرن الـ21، وهي ظاهرة على عكس النحت والتصوير والموسيقى وغيرها، ظاهرة شبه منحسرة في القرن العشرين، يعني بدأ شوية قبل بداية القرن العشرين، وأدينا إحنا شوية بعد القرن العشرين، بس تقريباً 100 سنة في القرن العشرين دول هم اللي شافوا ميلاد وتحول وتطور ونمو وهذا الفن بنسميه الفن السابع. ولكن زي ما حبيت شويه، السينما تختلف عن اغلب الفنون الاخرى، وربما تشترك مع العماره في انها ايضا صناعه. بمعنى ايه؟ يعني انا ككاتب ممكن اقعد في البيت واكتب، كموسيقي اقدر اصمم موسيقى، اعمل كومبوزيشنز، حد العلم ومحدش العلم دي قضية أخرى. إنما عشان أعبر عن نفسي عن طريق السينما لازم في حد هيمول الفيلم، والفيلم ده هيبقى فيه صوت وصورة وممثلين ومخرجين ومنتجين ومونتر وإديتر ومصورات وفي أجهزة وفي فيعني عملية، وإلى مش هقدر أعبر عن نفسي. التعبير السينمائي بيحتاج إذا جزء منه صناعة وجزء منه فن، وبالتالي هو أشبه بالعمارة. ان المعماري في النهايه محتاج واحد هيمول بناء مبنى، لان المعماري مش جاي بالرسومات بس، فما لازم يطلع مبنى في الاخر نبقى. انما الجزء الثاني ايه اللي بيخلي بعض هذه المنتجات نقول عليها منتجات تجاريه وبعضها منتجات فنيه؟ ده بارت 2 هو ذا ارت فيلم. انه هنا بقى بعض العظماء الحقيقه رسموا المسار وعرفوا تقريبا العلامات الفارقه في تاريخ السينما. اما الجزء الثالث فده جزء اساسا هنركز على المصنعيه اللي ورا الفن. يعني ازاي فعلا الواحد جاي نهايه ان العمليه مش مجرد الهام والشعور بتاعك مهما كان هذا المهم،
صعيد يعني حرفيه اساسيه. وفي لقطه انا جايبها لكم في الدوكيومنتري من حوار مع ستيفن سبيلبرغ بيشرح ازاي في الفيلم بتاع جوز الفرق كله ما بين نجاح وفشل جزء الفيلم اللي صور فيه تين فريز. تين فريز يعني واحد على 12 من الثانيه، فيلم ساعتين. ده الحرفيه اللي هنبينها في الجزء الثاني. فاذا هنبدا الان بالجزء الاول ونتكلم على صناعه السينما وكيف تظهر. السلايدز هتبقى بالانجليزي وانا هتكلم بالعربي شويه كده انجلو عربي، بس يعني مشكله لازم كل الحاضرين بيتابعوا كويس. نبتدي الاول بمقدمه بسيطه وبعدين الاوريجن بتاعت السينما وبعدين ظاهره السينما الصامته. انها فعلا تفوقت ووصلت الى جزء كبير من الفن السينمائي، ولكن لها خواص تجعلها فعلا ظاهره وحدها. وبعدين ظاهره الاستوديو سيستم اللي ظهرت في امريكا وما حدث في الثلاثينات وبدايه الحرب العالميه الثانيه لما دخلت بقى السينما المتكلمه او التوكيز، وازاي امريكا طبعا كان لها الصدفه العليا في الاربعينات والخمسينات، والسيستم بتاع الستارز صناعه النجوم، وبعدين اوروبا تعود تاثير كبير في الستينات، وازاي مجموعه جديده من العمالقه ظهرت في السبعينات وادينا على مدخل القرن العشرين، يمكن اشبه بتاريخ السينما قبل ما نتكلم. اول حقيقه عايز اقول ان احنا في مصر كنا من الرواد. 1907 بدانا في مصر السينما المصريه. السينما المصريه يعني مش بس رعرعت ورمت، وكان في مخرجين كبار وكتاب كبار وممثلين كبار وافلام عظيمه وكل هذا صحيح. وحتى بعض المخرجين بتوعنا وصلوا الى الساحه الدوليه، وافلامهم اترجمت وعرفت زي يوسف شاهين واخذ جائزه خاصه في كان، والله يرحمه طبعا كان من الناس العمالقه اللي نذكرهم من السينما المصريه. ولكن السينما المصريه ما كانتش ميجر كونتريبيوتر في تطوير صناعه السينما، يعني ما هياش اللي اخذت منها ونهلت منها الاوروبيين والامريكان واليابانيين والهنود وغيرهم. فانا مش بتكلم على التاثير الثقافي بتاع السينما المصريه او دور السينما المصريه كتعبير ثقافي لمصر والعالم العربي، انا بتكلم اساسا على تطور التكنيك والارت فورم. ولذلك في جهات اخرى هي اللي كانت تتبع هذا، واغلبها الولايات المتحده وجزء من تفاعل مع اوروبا وبعض التاثير باليابان زي مع بعض الافلام. فمش هتكلم ولا على السينما المصريه ولا على السينما الهنديه ولا على السينما الصينيه، رغم كل ده له ابعاده واهميته. انا بتكلم على تطور هذه الحرفيه وهذكر الناس كما لعبوا دور اللعب. فالسينما بدات كاداه الناس اعتبرتها يعني رهوبه كيوريوزيتي، وبالذات توماس اديسون ما كانش شايف لها اي جماهيريه، وانما جماهير بعد ذلك وتحولت زي ما قلت بعد كده الى فن، ومن فن طبعا سنه. انا استعملت في العرض اللي هتشوفه جايب لكم كليبس كثيره جدا من افلام، وجاي كليبس كمان من دوكيومنتريز كثيره، لان انا من هواه طبعا اطلاع على الحاجات دي. في النهايه في الجزء الثاني بالذات في المحاضره الثانيه هنبتدي نحلل ونفكر في ليه اللقطه دي طالعه كويسه وليه المخرج عمل اللي عمله حاجات معينه عشان نفهم ايه تحت كل حاجه. انا دلوقتي الاول يعني عايزين بس نتذكر ان الفيلم قادر كوسيله ربما اكثر من اي حاجه ثانيه انه يعبر تعبير قوي، لانه بيجيب مجموعه من الصور زي ما اينشتاين تاخد صوره وصوره وتحطهم جنب بعض بيطلع في ثالث اكبر من الصورتين لوحدهم، وبعدين اضيف عليهم البلوت او الروايه او السيناريو، اضيف عليهم الكلام، اضيف عليهم الموسيقى، يبقى الفيلم كله قوي جدا. انما هديك امثله